أطلق طلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية مناشدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووزارة الداخلية، وذلك للنظر في معاناتهم الناجمة عن عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بدء الدراسة في العام 2022 ولغاية اللحظة، مؤكدين أن إطلاق هذه المناشدة أتى بعد استنفاذ كافة الوسائل والطرق مع الجهات المختصة والتي قوبلت بالتهميش على حد قولهم. نحن الطلاب اليمنيون المبتعثون إلى أكاديمية الشرطة التركية للعام 2022 نناشد قيادة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي النظر إلى ما نعانيه من ظروف معيشية صعبة في بلد الدراسة. نؤكد أننا مبتعثون للدراسة من قبل وزارة الداخلية اليمنية منذ العام 2022 ولم يتم صرف أي مستحقات أو مساعدات مالية حتى اللحظة.